واش انا فامي، السلام عليكم، كديرين بخير، اموركم مزيان ان شاء الله. موضوع جديد وفيديو جديد اليوم. الا كنتي اول مره غتفرج في لاشين ديالي وما كنتيش مابوني، هبط ابونا معايا ودير شي كومونتير وشي جيم، واي تساؤل ولا اي مشكل عندك تواصل معايا في الحساب ديالي في صندوق الوصف، راه كنجاوب كل شيء بدون استثناء. خليكم معنا الدراري في هذا الفيديو. كيف ما قلت لكم الخوت، موضوعنا اليوم اللي هو الاغلبيه تعاني من هذا المشكل هذا، اللي هو الزعزيع او التنزين اللي تيكون في الكاريناج، والاكثريه تيكون في السي 50. اليوم غادي نشارك معكم هذه الفكره هذه اللي الاغلبيه دايره، وحنا غنشاركوها مع الناس اللي ما عارفينش باش هما يستافدوا ويتخلصوا من هذا المشكل هذا. نبداو الدراري باول حاجه. اول حاجه الدراري، الكاريناج خاصو يدور كامل بالجلود ديال البوطه، يعني ملي كتاخذو هو جديد راه ملي كضرب به مثلا واحد المده راه كيتحلو، فهاديك البلاصه ملي تبغي تعاود تزير انت الكاريناج، من الاحسن الدراري تاخذ جلود ديال البوطه ديك دايرين ب 10 دريال، عاد مول الحانوت ب 10 دريالات تاخذهم، واحد 20 وحده تاخذ على حساب الكاريناج حمل فيس كاين، وغتعاود تزيرو كامل. هادي من جهه. ثاني حاجه الدراري كيسولوني، شي دراري كنا سولوني في الفيديو اللي قبل في حساب الانستغرام على هاد الجلود هذا، هاد الجلود علاش دايرينهم؟ الاغلبيه كيكون دايرهم هاد الجلود الدراري، كيحيدوا لنا الزعزيع من هاد الكاش هذا كامل اللي كاين هنايا، يعني راه واخا تيكونوا الفيسات تيكون الموتور هاد الكاش هذا ملي تكسيري مثلا تيكون بريباري الموتور راه كيبقى كامل يتزنزن، يعني هادي حتى هي كتعطي تزنزين. وردوا البال الدراري، غنوريكم هنا واحد المشكل اللي يلاه لاحظتو انايا دابا. الفيسات ديال هنايا ديال هاد الطابلو اللي كانوا كيبانوا ليكم راه ما كاينينش، طاحوا ليا، يعني مع السرعه ولا كان الموتور مبريباري راه ما كيطيحوا، ما كيبقاوش شادين بلاصه. داكشي علاش الدراري بسيمانه سيمانه اللي كنتي كضرب موتور تراجيات احسن تعاود تزيرو كامل. هادي من جهه. نشوفوا الدراري الجهه الاخرى من الاخر. هنا الدراري هاد الفيروج هذا النوفو فيه واحد المشكل بعدا، اللي هاد الطاسه الحمراء ديالو، يعني واخا غدير شي حاجه من هنا مثلا نحيدو الزنزين من هنايا، راه هاد الطاسه الحمراء كتكون تتزعزع حتى هي، يعني حتى هي كتعطي الصداع. بالنسبه للزنزين اللي تيكون هنايا، من الاحسن الدراري ديروا ليه هاد السينته هادي، راه كتباع بمتر وشي 3 دراهم، دايره بشي 3 دراهم، تلصقها هنايا ودير الا بغيتي ديك السينته ديك الباندات ديال دايره ب 30 ريال بحال اللي دايره في القدام في الكاش القدامي، راه تركبهم هنايا وغادي غيصمت الموتور من هنا ما يبقاش فيه السطح. وهاد البلاصه هادي حتى هي الدراري ديال الشبكه اللي كتكون هنايا بلاصه هاد الباليزه اللي حاط، راه حتى هي كتعطي صداع بزاف. ما تنساوش الدراري راه ملي كتضرب ترك الموتور راه كاع الفيسات تيتحلو، والاكثريه ديال الفيسات اللي كيتحلو تيتحلو هادو اللي كيعطيو صداع بزاف، وكيتحلو هاد التحتانيين هادو، هادو كيف ما قلتو هما كيف ما شتو هما طايرين ليا هنايا، هادو هما اللي كيعطيو صداع بزاف. وما تنساوش الدراري السنسله، بالنسبه للناس اللي دايرين بينيو بلاطو صغير ديال لاميزو، بغيت نقصد بينيو بلاطو ديال لاميزو راه حتى هما كيعطيو صداع، يعني خاصك تبدل بينيو ديال 13 وبلاطو ديال 34 باش ميبقاش يعطيك صداع في الموتور. هادي من جهه. السنسله الدراري حتى هي اللي كانت مرخيه راه حتى هي كتعطي صداع، يعني السنسله اللي كانت هابطه كتقيس مثلا هنايا في هاد الطاسه هادي راه حتى هي كتعطي الصداع. كيف ما نوريكم الدراري، هنايا تحت السرج هنايا تيكون واحد زنزين اللي مشكله، واحد زنزين يعني ما تعرفش بنادم منين جاي. حيدوا هاد السرج هذا اللي هنا، هنايا الدراري هاد الفيسات اللي كيكونوا هنا وهاد الفيسات هادو اللي كيكونوا شادين هاد الجلسه هادي، يعني حتى هما كيعطيو صداع. انا كنت خشيت هنايا واحد الشيفونايه اللي كانت تجبل لكم، هاد الشيفونه هادي اللي كتصمت لهاد البلاصه، وهنا باقي عندي الزنزين، يعني خاصك تحط شي حاجه هنا في هاد البلاصه هادي، يعني باش تصمت هاد البلاصه هادي ما يبقاش يعطيك الزنزين بزاف، يعني البلاصه هادي كامله هادي كتعطي الزنزين. هنا الدراري غنكونوا سالينا الموضوع ديال التزعزيع ديال الكاريناج. شي دراري كانوا دازوا عندي وبغاو يسولوا على الاكسسوار اللي شاري لهاد السي 50، الاثمنه ديالها. اليوم الدراري غنقول لكم الاثمنه ديال هاد الاكسسوار ديال السي 50، خليكم معنا. الكاس اللي زايد ليها شحال خديجه؟ ها
انا غنقول لكم الدراري الاثمنه باش خديتهم، باش نتوما الا بغيتو تعمروا الموطور ديالكم ما تقولبوش. ولا بياسه غنقول لكم الاثمنه ديالو، شكونو حتى نتوما عارفين. بالنسبه لي اول مره باغي يشري مثلا شي حاجه يكون حتى هو عارف. كاينين هادو كاش بولون، هادو اول حاجه الشكل ديالهم داير بحال هكا. الا بغيتي تزوق بهم الموطور ديالكم صافي، هادي راه بلاستيك راه ماشي حتى هي كامله بالنحاس، هي هادي اللي نحاس. كتخش تحيد اللاكس وتركب هاد البياسه، حتى تركب اللاكس، تركب البولون ديال اللاكس وتزير عليه. من الاحسن الدراري ديروا لها كره سبيسيال، هادي راه كنت نسيتها ما درتش لها كره سبيسيال، كاين جهه اخرى داير لها وقيله كره سبيسيال، هادي كاع ما كتحل يعني قاصح. بحال ما بغا شي واحد مثلا يطير عليكم ولا قاصه شي واحد وطاحت وما شتيهاش، من الاحسن دير لها كره سبيسيال. هاد السينتات هادو راه كيتباعوا للمترو، تباعوا للمترو تيجيو زوونين، هاد الشكل تعطاو ناضي. زيد عليهم الدراري كاش ماكينه اللي كان تيبان لكم، كاش ماكينه راه خديت حتى هو بشي 80 درهم. وهاد السينتات هادو راه داير يمكن 3 دراهم للمترو، السينتات في الذهبي. فوق الدراري هادو كنت خديتهم ب 70 درهم، هاد الشكل دايرين. والمرايات ريزوما كتخديهم ب 2400، كما قلت لكم الدراري هادو كنت خديتهم ب 2400 ريزوما مخيرين. كاين البصار ديالهم حتى هما راه مزيانين، انا كنت خديتهم هادو طوال عجبوني، حيت على حساب يكونوا واصلين حتى لهاد الجوايه هادو. هما الاخرين راه واصلين للقصار ديالهم، واصلين لحد هنا يعني بمرايتهم، واصلين تقريبا حتى لحد هنا. هما هادو عجبوني حيت طوال. الكاسكيطه دايره 40 درهم، تاخذها بديك 30 درهم على حساب انت واش طارت هاد الكاسكيطه. انا كنت خديتها من عند واحد الصديق ب 20 درهم. ندوزو الدراري للباليزه، الباليزه كنت خديتها الدراري ب 4800، خديتها ب 4800 في مؤخرا دابا. هما دابا راه سمعت دايره ب 5200، كل مدينه وحده حساب الاثمنه ديالها. انا راه كنت شفت شي وحدين في فيسبوك وحاطينهم 300 درهم، يعني كل مدينه والاثمنه ديالها. بالنسبه للدراري بيكي خديته ب 80 درهم، بيكي راه ذهبي يعني مخير وصحيح على هذاك اللي كيكون اللي كيخرج مع السي 50 الاولاني. وهاد الكاش بولون خديتهم حتى هما بشي 300 ريال، يعني جوج جوايه. وكذلك السينتا قلت لكم الدراري الثمن ديالها، يعني هادشي اللي زايد فيها. بقى حاجه وحده، هادو ديال البونيات، كانوا عندي واحد البونيات قدام كيكونوا شي دراري دايرينهم على حسب السواق وصافي. يعني بونيات، يعني الا لقيتي شي بونيات قدام تقدر تحيدهم لها وتركبهم من هنا. راه داير لهم يعني بولون ديال العشرة اللي كان تيبان، ها هو تيجي بهاد الشكل هنايا. زيد عليها الدراري طيارة، الطيارة هادي اللي قليلة شوية، والثمن ديالها راه كيتراوح حتى 300 درهم وجديدة. يعني مالي البياس اللي كيبيعو البياس ديال الاس اش تقدر تاخدها حتى ب 400 درهم، انا كنت خديتها ب 300 درهم. وبالنسبة للناس اللي كيليفري ولا بالنسبة للناس اللي كيزد تقلور راه مزيانة ومخيرة. هادي هي الخدمة ديالها كيف خدمتها هنايا، ما سوديتش مع هاد الجلسة هادي، هنايا فين سوديت، يعني ضروري هنا خصني نسودي باش تا الا كانت تقول هنايا تقول فهاد الجهة هادي ما تطردكش، يعني غتهرس هنايا اللي ما سوديش. يعني أغلبية الدراري كيسوديو هنا هاد البلاصة هادي، درت لها بولونات. هنا من الأحسن دير لها بولونات حتى ملي تتبغي تحيدها كتبقى مفروطة فهاد الجهة. مازال الجهة الأخرى اللور ماشي مشكلة، هاديك ما بايناش، هما هنايا في الجناب شكون باينة. هادشي اللي كاين الدراري في هاد الفيديو، نتمنى نكون فدتكم ووصلت لكم الفكرة. ما تنساوش الدراري اللي ما مابونيش تابونا معنا باش يوصلك كل ما هو جديد. يلا تهلاو الدراري، بيس ليكم.